أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر تطورات انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أبدأ معكم بتقرير مفوضية منظمة العفو الدولية، حيث أكدت المنظمة أن السلطات الحكومية في العراق تستخدم قنابل الغاز من النوع الخطير لقتل المتظاهرين بدل تفريقهم. وأوضحت المنظمة أن قنابل الغاز المستخدمة ضد المتظاهرين تخترق جماجمهم، وبحسب أدلة وشهادات حصلت عليها المنظمة فإن القنابل المستخدمة تشبه القنابل العسكرية ويبلغ وزنها 10 أضعاف ثقل قنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابات مروعة وسط المتظاهرين وموت بعضهم عند إطلاقها مباشرة عليهم. المنظمة أشارت إلى أن عدم المساءلة عن عمليات القتل والإصابات غير القانونية على أيدي قوات الأمن يرسل رسالة مفادها بأنه يمكنهم القتل والتشويه دون الخوف من العقاب. طبعا لجنة حقوق الإنسان النيابية قالت بأن هيبة الدولة على شفا الانهيار وشبق بها بسبب الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين. أضافت اللجنة بأن عدد الشهداء في التظاهرات بلغ أكثر من 250 منذ مطلع الشهر الجاري، طبعا بس هذا الأسبوع بحسب لجنة حقوق الإنسان 100 شهيد، وتجاوز عدد الجرحى 11,000، العدد طبعا وصل إلى 15,000 جريح، بينما يفوق عدد المعتقلين 2,500 شخص. بما أنه نتحدث على استخدام القنابل المسيلة للدموع، وشفنا أنه كثير من المتظاهرين السلميين استشهدوا بسبب هذه القنابل، راح نشوف لقطات جديدة من ساحل التحرير حيث استشهد متظاهر عراقي وأصيب آخرون برصاص القوات الحكومية وقنابل الغاز في ساحة التحرير وسط بغداد. نشوف المقطع ونرجع لكم. طبعا خلال 24 ساعة الماضية ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 3 شهداء من المتظاهرين السلميين وأكثر من 225 جريح. أكدت مصادر صحفية بأن القوات الحكومية أطلقت بشكل كثيف قنابل الغاز على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون عبور جسر السنك وسط العاصمة بغداد، كما أصيب عدد آخر من المتظاهرين في ساحة التحرير برصاص القوات الحكومية وقنابل الغاز المسيلة للدموع. طبعا أظهرت لقطات مصورة تعرض المتظاهرين للرصاص الحي والمباشر في مدينة بغداد، وبينت اللقطات اللي راح نشوفها بعد قليل إصابة أحد المتظاهرين في رأسه بطلق ناري أمام المطعم التركي في بغداد. طبعا صور مؤلمة جدا، بس نعرضها ونشوفها حتى يبقى توثيق وإدانة للقوات الحكومية باستخدامها العنف المفرط واستخدامها الرصاص الحي والقنابل اللي تكلمنا عنها قبل قليل، واللي أشارت عليها منظمة العفو الدولية بأنها قنابل عسكرية وليست مخصصة لتفريق التظاهرات. نشوف المقطع. صور مؤلمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا تستخدم القوات الحكومية الزوارق النهرية لقمع التظاهرات في بغداد، وأظهرت كذلك لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض المتظاهرين السلميين وصحفيين كذلك لإطلاق النار من زورق نهري كان في نهر دجلة. نشوف المقطع. تعال يا طوح، روح 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 يا طوح، رو
عمي تعال دنيك تعال نعم أعزائي المشاهدين، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم على خدمة الواتساب، فقط رسائل قصيرة نستطيع قراءتها. اتصالات على الواتساب لا توجد، وإنما الاتصالات مباشرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ان شاء الله يا ربي ميزان حسناتكم، الله يسلمك. القناه الوحيده اللي تحب الله ورسوله. الله يسلمك، هذا واجبنا. طبعا التظاهرات الله يبارك فيك، التظاهرات سلميه سلميه، بس هم دي يواجهوهم بالنار. يعني العراقي لما يدعي عن حقه وعن حقوقه، يعني حقوقه كانسان يجابه بالرصاص الحي والغاز المثير للدموع والمي الحار، هذول يعني هذول جو شرده مع العراق، لأن ما يعرفون يعني مو عراقيين، لو عراقيين كان حسوا بدول البشرية، البطالة، المخدرات، اللي قتل الناس، دم بارد يا أخي، دم بارد. فندعي من الله يكون الله يرحم شهداء الأبطال دول، اللي يعني أكو مواقف يعني دول ما يحرمهم دمهم على الشعب. يعني أنتوا إذا الناس تكرهكم، هسا عمر حريري مو قال مرة قالت له أنت أبوك شريف ورجل وطني، فابتعد عن السياسة وقدم استقالتك اليوم قبل باجر واحترم كلمته واستقال. هذول يا مريتكم، انتوا دمرتوا البلد، دمرتوا الحياة العراقية، دمرتوا البنى التحتية. نعم زين، يعني هو من طلع أبو حسن، من طلع قبل تظاهرات 25 وقال احنا، عادل عبد المهدي رئيس الحكومة طبعا، من قال احنا شكلنا قوات وسماها قوات حفظ القانون، وقال هاي القوات مشي السلاح، يعني فقط عصي لتفريق المتظاهرين. اليوم احنا دا نشوف من يوم 25 ولغاية اليوم العدد يعني وصل الى اكثر من 103 شهيد، والاصابات تقريبا وصلت 6000، هاي بس خلال اسبوع. زين اذا هاي القوات اللي سماها حفظ القانون بس شايل عصي، وهل قد انكتل ودا نشوف استخدام الرصاص الحي، هذا شي دلل برأيك؟ هاي دليل على عدم قدرته على اتخاذ القرار. يعني هذول امرهم مو بيدهم اخي. نعم هذول بيد ايران اخي، بيد ايران. ايران هي هم هذول جو شنو، ما بس اتحملني اخوي عمر. نعم هم هذول سادة عبد المهدي وهذه العامري، هم شنو هذول مو كانوا بدير يقاتلون ضد الجيش العراقي، بس الامريكان سفله جابوا هذول حثالات يحكمون العراق. يعني عليهم الامريكان والله يا اخي، انا قاتلنا وياهم وشفنا الامريكان جبناء، بس سلاحهم والغداره وايران، لولا ايران ما دخلت امريكا العراق يا اخي. يا اخي يفهمون العراقيين، ترى كل قطره دم شاب يقاوم يعني الظاهر. نعم دم يسوى ايران وسوى ايران. فيا اخي هذول جو ابتلاع العراق، يعني تدمير الكيان العراقي. يعني هم هذول كلهم بدر ودول زين، هذا مقتدى جاي البحر النجف. زين انت شو تبي ايران؟ شو تسوي بلدك ايران ولا العراق؟ نعم هي هاي المصيبه، الناس عقلها راح. زين انتوا هذا شنو ايران؟ اذا ما دام بلده خلي يولي بلده. هذول مو هذول مو عراقيين، يعني ومن اسس الجيش المهدي وقتل الضباط وقتل رجال الدين الخطباء وحتى حراس المساجد وقتلوا. هذا يتمر، هذا ما اعرف شو اقول عليه. نعم مستحيل يكون بشر. انت تروح لايران، ايران هم اسيادك منهم انت، فانت اذا ما عندك، اذا انت مو عراقي روح لايران، روح هناك ولي هناك. نعم انا اشكرك ابو حسن من بغداد، رسائل واتساب يقول السلام عليكم، اكرم من المانيا الحكومه الفاشله لها خطه تماطل باعتزالها من اجل ملل الإخوان المتظاهرين، تحياتي. رسالة من أم حارث
من بلجيكا تقول السلام عليكم، أخذكم أم حارث من بلجيكا، ربي أنصر العراق وأهله وأخذل إيران وذيولها وربي يرحم الشهداء. آخر يقول متهكما السلام عليكم عادل عبد المهدي، يقولون ضايع بلكي تشوفون وانا منو خطفة من يمكم سوونا بلاغ. نعم. آخر يقول السلام عليكم أخي الكريم، أتمنى توصلون هذا الكلام للناس، نتمنى من جماعة مقتدى الصدر ما يتدخلون ويانا بالمظاهرات، لأن هاي المظاهرات هي مظاهرات الشعب فقط غير تابعة لمرجع ولا للسيد الذونة. والله بهوسات السيد مقتدى هو السوى شو، هو جابهم كلهم يجيبهم ويظاهر عليهم، دمر البلد وكرر هاي ثورة شعب وليست ثورة أحزاب. معنا اتصال أركان من بلجيكا، تفضل أركان. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا أنا أستأذنك أنه أكمل كلمتي. تفضل. طبعا أوامر الأخيرة التي صدرت حديثا من قبل يومين من نظام ولي الفقيه الخبيث الإرهابي في إيران، ولأنهم يعلمون علم اليقين أن احتلالهم على واقع الأرض والفكر قد بدأ يتلاشى شيئا فشيئا من نفوس وعقول الشعب العراقي العظيم، ولذلك لجأوا بهذه الخطة الجديدة بعد زيارة المدعو مقتدى إلى طهران لأخذ الأوامر لمحاولة تمرير المجرم الإرهابي السفاح قاتل العراقيين هادي العامري بديلا لرئيس الوزراء وإقالة الإرهابي عادل عبد المهدي. وهذه ليست بشيء غريب أبدا لدى هذه الفئة الإجرامية، وهذا ما سمع وعرف به الجميع. وهنا أقول لشعبنا المظلوم المسكين وخاصة أتباع المدعو مقتدى الصدر، إياكم أن تمرر عليكم هذه الألاعيب الجديدة، لأنهم يضحكون عليكم بمصالحهم لأجل لأنهم لا يضحون بمصالحهم لأجلكم أبدا، وهذا ما حصل أيام خروجكم الكبير واعتصاماتكم واعتصام مقتدى الديكوري أمام ما يسمى المنطقة الغبراء، امتصاص غضبكم. وفي النهاية هم تمتعوا بالامتيازات والمناصب وأنتم تتضورون جوعا وبسا وحاشا قدركم، ولكن في هذه المؤامرة الجديدة الالتفاف على المتظاهرين الأبطال الصامدين ليلا نهارا ومحاولة تذويبها بوعود عملاقة ليس لها قيمة على التنفيذ وما هي إلا نهاية العراق للأبد وابتلاعه بالكامل من ملال طهران المجرمين وأتباعهم الإرهابيين من ميليشيات وأحزاب وأفراد، وستنتج عن ذلك إفرازات البؤس والفقر المدقع أكثر من اليوم. نعم. أركان أريد أسألك، أريد أسألك نعم. حول نعم. كلمة رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم قال لك نعم. رئيس الحكومة مستعد إلى تقديم استقالته بس إذا اتفقت الكتل السياسية على تسمية واحد جديد حتى ما يصير فراغ دستوري، شنو رأيك بالله؟ نعم، هذا ما ذكرته هو لك، هو ليس بغريب أنه استقالت ما يسمى رئيس الوزراء. هذا ليس بغريب عندهم، لأنهم هم يعني يديرون زمام هذه الأمور منذ عام 2003 ولغاية الآن بيد أحزاب وأفراد وميليشيات فاسدة، وستنتج عن ذلك إفرازات البؤس والفقر المدقع أكثر من اليوم. نعم. والإذلال والترهيب. فنصيحتي لكم أيها الشعب العراقي، لا تتراجعوا أبدا مهما كلف الأمر، لأن هذه فرصتكم الأخيرة للبقاء كأحرار واستعادة حقوقكم المسلوبة من هؤلاء الفئة الضالة بدون استثناء. نعم، أنا أشكرك أركان من بلجيكا، كان معنا رسالة على الواتساب يقول السلام عليكم أخي الفاضل، اسمه مصطفى جدوع من بغداد، يقول أحب أسأل سؤال، وين دور المرجعية بالمظاهرات؟ وين دور أهل العمايم؟ هم يقلدون الإمام الحسين والحسين عليه السلام قائد الإصلاح، ليش المرجعية لهذه اللحظة ساكتة؟ لأن يقول لأن ما تقدر تزعل إيران وهم كلهم ذيول لإيران. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك يا أخي. وين دور شوك العشائر؟ وين ضرب نفسهم شوك العشائر؟ التعليق راح يحاسبهم وسود وجوههم يا أخي. عمر كل عشيرة بها 4 مليون طلب عشائر العراق، ماك ولا موقف عشائر فلوس. صدام صفي قولة، الماريكي صفي قولة، وين كل متظاهرات حاليا صغيرون الشعب العراقي؟ ليش تعمل روسكم؟
قبل المظاهرات طلعوا ونتوعد ونكون متظاهرين، وينكم باشا قاتلين؟ عيب عليكم، عيب على كل شيخ عشيره كل باشا عقال، عيب لازم بذب عقاله، لازم يكون لكم موقف واضح من المظاهرات. نعم. اما بالنسبه للرئيس اخ عمر فهو يعني او رئيس الوزراء اثنينهم ذولا يحركوهم قطع الشطرنج. تجيهم الخطابات حاضره مكتوبه ومسيطنه من ايران. فهذول يعني لا حول لهم ولا قوه، يعني مجرد دمى اخ عمر. وشكرا وتحية لك. أني أشكرك أخي محمد من هولندا، رسالة على الواتساب يقول فيها: أثبت الشعب أن الذي يحكم العراق هم الإيرانيون، بحيث الحكومة مشلولة لا تستطيع عمل شيء ومسيطرين عليها، باعوا العراق لإيران، حتى الجيش والأمن مراقبين من قبل الجيش الإيراني. نعم. طبعا مساعد وزير الخارجية الأمريكي قال، وهو يعني مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنيكر، قال بأن الخارجية الأمريكية تتابع التظاهرات في العراق عن كثب، وأعرب عن قلقه العميق حيال الإغلاق القسري لوسائل الإعلام والضغط من أجل مراقبة التقارير حول التظاهرات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم الحق الأساسي في حرية التعبير الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بأمان. رسالة على الواتساب. يعني نرجع ونقول إخواني على الواتساب ما نقدر نستلم مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو اتصالات، فقط رسائل قصيرة نقدر نقراها. مساء الخير، أنا أم رانية من مصر، نصر حليفنا بإذن الله، لكن خوفي أن يهربوا أساس الذين سرقوا البلد، المفروض لا يسمح لهم بالسفر والهرب بأموال البلد، يجب أن يحاكموا أموال العراق للعراقيين. رسالة من أبو عبد الله من ألمانيا يقول: الحذر، أقول الحذر الحذر من الميليشيات العميلة من جر الانتفاضة الشعبية إلى حرب داخلية، لأن إيران الخبيثة تريد حرب أهلية في البلاد. لا سمح الله، إن شاء الله تبقى سلمية وبعيدة عن. نعم. مرحبا أخوي عمر، إحنا الشيعة فقدنا الثقة حتى بالمرجعية، وبالنسبة لمقتدى يعني كما يقول أو تقول عميل لإيران لا تصدقونه. نعم. رسالة أخرى يقول: أكو ناس تقول المرجعية ما لها علاقة بالسياسة فقط بالدين، زين من سقط النظام السابق منو قال روح انتخب قائمة ثلاث خمسات، منو أسس الحشد، هذه الفتاوى ليس لها علاقة بالسياسة، زين الحكومة فسادها أكبر من فساد داعش، المرجعية ليش ما تفتي ضدهم، يتساءل. نعم. طبعا اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت إلى موجة جديدة من التظاهرات السلمية تبدأ يوم غد الجمعة تحت شعار إسقاط المنظومة الفاسدة. وقالت اللجنة المنظمة للتظاهرات في بيان لها بأن المنتفضين عازمون على إكمال مسيرتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم. وتابعت اللجنة بأن ما يجري في ساحات وشوارع العاصمة بغداد والمدن الأخرى من استهداف للمتظاهرين بالقتل والاعتقال واستخدام القوة المفرطة بحق الشباب الأعزل ووصمة عار على الحكومة الحالية وبرلمانها وكل من يقف معها في وجه المتظاهرين الذين يطالبون باسترجاع الوطن الذي ضاع بيد الطغمة الفاسدة على حد تعبير البيان. حذرت اللجنة المنظمة للتظاهرات الحكومة الحالية من الممارسات الخاطئة تجاه المتظاهرين الذين يصرون في الساحات على مطالبهم. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. رساله على الواتساب يقول: مساء الخير عليكم، توجد معلومات مهمه جدا. سوف تخرج مظاهرات من شارع فلسطين وبالتحديد من مول النخيل ويحملون صور المراجع، والغايه منها هو يعني اخذ ساحه التحرير. يرجى تعميم هذا الخبر لان غدا يوم الجمعه. رساله اخرى تقول: تحية لقناتكم الثابتة على موقفها ثورة محمد بن عمان، هذه التظاهرات أظهرت معدن الشعب العراق الأصيل وتمسكه بعروبته، وهذا ما أغاظ المجوس وذيولهم كما تقول. هذه التظاهرات يعني رغم الدماء الزكية الطاهرة التي سالت لها جانب إيجابي في انصهار الشعب فيما بينهم بقتل الطائفية التي زرعها الفرس وطالما عزف عليها سياسي الصدفة. نعم. طبعا رئيس الجمهورية مثل ما تحدثنا قبل قليل برهم صالح قال بأن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وافق على تقديم الاستقالة في حال توفر البديل وشرط عدم حدوث ما سماه بالفراغ الدستوري. برهم صالح يقول: العمل جاري على حصر السلاح بيد الدولة بحسب قوله. أي دولة وأي سلاح تتكلم عنه والناس دا تموت بالشارع؟ ما دا تشوفوها أنتو؟ والله عجيب. يعني الناس هي طالعة على المود عادل عبد المهدي، هي مو على المود شخصية عادل عبد المهدي فقط، طالعة تتغير النظام كله. ما ترضى بعد الناس، خلاص قفلت. معنا اتصال أبو جان من أمريكا، تفضل. ألو. تفضل عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بلا زحمري، أنا أتصل من أمريكا. أهلا وسهلا. أول شيء أهلا قناة الرافدين. نعم. بتغطيتها الأحداث من أول يوم بأول بأول، وهو القناة الوحيد اللي يبث العالم معاناة الشعب العراقي. نعم. وأتمنى المظاهرات يخلص بالسلامة قبل ما يموت كثير من الناس. يعني صدق الناس هذا اليوم تعبانين وتعبوا من الحكومة ومن الوضع الأمني والصحي والمعيشي. أتمنى هاي الحكومة الطائفية يروح ويجي شخص مستقل يلزم بملف الدولة ويراعي الشعب العراقي كلها بنفس المستوى بدون أي تفرقة. نعم. أي والله. أنا أشكرك أبو جان. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم أستاذ عمر. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، اسمح لي نحيي شعبنا البطل الشجاع. اهلا بك. ونقول له علم العالم كله معنى الثوره، علم الانسانيه معنى الشرف، علم الامه العربيه النخوه والاصل والشرف فين يا صاحب الشرف يا ابو العروبه يا اللي رافع راسنا دايما. اولا اما يا سيدي بالنسبه للسركري اسمه زفت الطين ده اللي حاطينه الامريكان ده، اسمه ايش اللي حاطينه وما يسمى رئيس ده؟ برهان فاسد. هو اصلا مش رئيس، ده مجرد كرتور لا عارف ابيض. يا عم الراجل ده سكران يا عم، مش عارف حاجه في اي حاجه. عارف الراجل ده نصاب ومش عارف حاجه، وحاطينه هم جايبين عقليه زي دي ما بيفهمش حاجه خالص، مش عارف هو فين اصلا. وعادل عبد المهدي المجرم ده برضه حاطينه كبش فدا. يا عم العصابه انتهت يا ناس، انتهت يا ناس. نطالب بتشكيل مجلس ثور انتقالي يا عمي، نطالب بتشكيل مجلس ثور انتقالي من داخل الساحات والميادين يا عم، لتولي زمام الامور، لأن العصابات دي خلاص انتهت خلصت. ماذا بعد العصابة؟ هي مجرد النهاردة الشعب بيطارد عصابة وهيتم القبض عليهم بإذن الله ويسلموا للمحاكم عشان يبقوا عبرة، عشان الأجيال القادمة تتعلم إن ما يجي احتلال في يوم من الأيام لا قدر الله وأي حد يطلع له يبقى خاين للوطن وخلي الإنسانية. واضح القصة، والثورة انتصرت ومبروك لنجاح الثورة المجيدة الشريفة. ونهني أنفسنا ونهني كل مظلوم في الوطن العربي. جه اليوم، جه اليوم اللي استنناه، جه اليوم اللي غبنا نحلمه بيه، جه اليوم اللي ابو العروبه تحرر وبحرر الامه من الظلم. خلاص ما عادش قتل، ما عادش دمار، ما عادش خراب، ما عادش عنصريه، ما عادش طائفيه. عاش العراق وكل من ينتمي لعراق العروبه والشرف. وانا اشكرك. انا اشكرك مصطفى السيد من مصر، كان معنا رساله على الواتساب. رساله خامنئي: دليل على ان ايران
تتدخل بشؤون العراق ولبنان. رسالة من أبو عمار من السويد يقول: السلام عليكم أستاذ عمر، يبدو أن برهم صالح يقول لا يعلم ماذا يريد المتظاهرون كونه متواجد في شمال العراق. يقول: المتظاهرون يريدون إسقاط النظام، يعني حضرتك من ضمنهم، لأنكم فشلتم في إدارة الدولة وكثرة الفساد والكذب والدجل. فرحلوا حفظ الله المتظاهرين في العراق. أخوكم أبو عمار من السويد. رسالة أخرى يقول فيها، يقول: سلام وتحية لقناة الرافدين، ويقول: الخزي والعار على الجامعة العربية، أين موقفهم من الثورة العراقية؟ دم الشهداء في رقابهم، يجب على الجامعة أن يكون لها موقف واضح من انتفاضة من الانتفاضة. سامي من هولندا. نعم، معنا اتصال مروان من تركيا. تفضل مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي بس حبيت أوضح شيء يعني للإخوان الشعب العراقي. فضل. أنه إحنا طلعنا يعني من الأسباب اللي طلعنا من أجلها هي نصرة للإسلام دين الله سبحانه وتعالى، اللي اختطفوه هاي الطغمة الفاسدة ويتكلمون باسم الإسلام ويشوهون سمعة الدين، وإحنا طلعنا من أجل أنه نقول أنتم ما تمثلون الإسلام، وأيضا من أجل أن نزيل الفاسدين ونقول لهم ما لكم مكان بوطننا. نعم نعم، وأشكركم شكر جزيل. أنا أشكرك أخي مروان من تركيا. كان معنا رسالة على الواتساب يقول: السلام عليكم، أخوكم من بغداد من منطقة الدورة. يقول: أخي أنا متفائل أن العراق سوف يعود إلى أهله، وأن بغداد ستكون أميرة العواصم إن شاء الله، وأقول للظالمين: لنا وقفة معكم أمام الله، وهناك لن يضيع أي حق. نعم، رسالة يقول أخي: سبب دمار العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن هي إيران، اللهم ارحم الشهداء. أخوك أمير من العراق. نعم، معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله اليوم الخطاب اللي وجهه برهام صالح أقول له: نقع وشرب مية. عيب هذا الكلام، تجتمع بعصابات أنت ما عندك صلاحية أصلا. زين، تجتمع رؤساء عصابات مجرمين قتلة سراق 16 سنة يسرقون بهذا البلد ويقتلون أبنائه. طالبهم مرتبخوا إنه يجون يغيرون واحد، هم جابوا أجلكم الله طرطور مثلهم ويريدون يحكمون البلد مرة أخرى. والله إذا تنازلوا ذول المتظاهرين معكو أصحاب المظاهرات اللي خارجين المظاهرات، إذا تنازلوا عن مطلب واحد حقيقي لهم، فهم يستحقون والله الحياة، والله العظيم فلا يستحقون الحياة. يعني انت جاي تطلع مطالبات، من تطالب؟ تطالب من قاتل، من مجرم، من سارق، سرق البلد، دمر البلد، تطالب من عنده؟ هذا وين صايرة؟ هاي جاي دنيا صايرة. هذا يحتاج الى مظاهرة، الى ثورة حقيقية مسلحة. ثاني يا شيخ العشائر بالجنوب والوسط. نعم، أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية. كان معنا رسالة واتساب: السلام عليكم، أني أم الوفا من كربلاء، أحب أشكركم على قناتكم الموقرة اللي تنقل الحقيقة. بالنسبة للسيد مقتدى الصدر، يريد يلعب لعبته، كان بإيران، جاب أوامر وعقد اجتماع في مكتبه هو وهادي العامري، خطة يستقبلون رئيس وزراء إيران. أخي إيران راح تدز تعزيزات عسكرية لتحمي الأحزاب، هاي معلومة خطيرة، أرجو من المتظاهرين أن يستمروا حتى إسقاط النظام. معنا اتصال علي من لندن. تفضل علي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخوي؟ شلون صحتك؟ أهلا بيك، حياك الله. يا أهلا بيك، تفضل. بس حبيت أشارك ببرنامجكم. نعم. وأشكر قناتكم، قناة الرافدين السباقة بالحدث. الله يسلمك، هذا واجبنا أخي، تفضل. الله يسلمك. بس عندي رسالة لحشاك التل، هذا العميل الإيراني، هذا عادل عبد المهدي، يعني رجال ما عنده غيرة، ما عنده إحساس، ما عنده كرامة. اطلع من على أبوك يا أبو، حتى الحكومات لا يا أبو، حتى ماشي. المراجع لا بس ما علي، أنا أدري قلبك محروق، بس أرجوك بدون غلط، أرجوك. وإذا بعدك وياي تسمعني؟
علي عندي ابو حسين. نعم ما يخال. شوف الغلط ما راح يسوي شيء ومو حلو وما يصير، فارجوك اعطي فكرتك، تي تنتقد انتقد بس بدون غلط. تفضل اخي. المراجع الإيرانية، العميلة الإيران كليتهم عملاء الإيران، انتقد الحكومة العميلة كليتها عملاء الإيران، عادل عبد المهدي عميل الإيران، بلد مو العراق، العراق ده تحكمه إيران. نعم. ماكو أي مكان للعراقي موجود، واني أشكر قناتكم من جديد ورحمة الله على والديكم وعيوني. والديك عيني، هذا واجبنا. في اتصال آخر؟ أكو اتصال؟ نعم. يعني عدنا بقت تقريبا 3 دقائق على البرنامج. الأخوة مصرين على إرسال مقاطع. نعم. السلام عليكم، رسالة من أخوتكم زهراء من العراق. راح نستمر بالمظاهرات لحد ما نأخذ حقنا وننتصر، والله معنا إن شاء الله. ممكن تعرضوه الآن على قناة الرافدين مباشرة. قرأنا رسالتك أختي العزيزة. رسالة: السلام عليكم، أخوك أبو دانيال من تركيا، أرجو من قناتكم الشريفة التركيز على المتظاهرين ومنع أي حزب من التدخل بالتظاهرات الحرة. كل الحب والاحترام لقناتكم، أخوكم من تركيا. يقول السيد مقتدى الصدر يتظاهر ضد الحكومة اللي شكلها السيد مقتدى الصدر من أجل تغييرها بحكومة شكلها السيد مقتدى الصدر. نعم. يقول بلوة الإصلاح. نعم. طبعا باشر يوم الجمعة وهناك دعوات لتكون تظاهرات أكبر وأكبر، دعوات إلى العراقيين للانضمام وإلى التأييد وإلى الدعم لإخوانهم المتظاهرين في ساحل التحرير وفي المحافظات العراقية. احنا نشوف صور رائعة، مواقف مشرفة للعراقيين بدعمهم لإخوانهم المتظاهرين، واحنا بجانبنا نطالب وندعو العراقيين بزيادة الدعم لإخوانهم بكافة المجالات، إن كانت الأغذية أو المساعدات الطبية. يعني اليوم هناك نداء من ساحة التحرير يطالبون بتوفير علاجات ومستلزمات طبية، لأن احنا كما نشوف مثل ما نشوف أنه هناك إصابات، هناك شهداء، هناك لجان طبية متطوعة في ساحل التحرير. فبدورنا ننقل صوتهم لكم، الدعم يجب أن يكون مستمر حتى تحقيق جميع المطالب. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.